في مغرب فجر الاستقلال فجأة انقلب الإخوة في الحركة الوطنية إلى أعداء، وراحوا يتصارعون على السلطة والمناصب والغنائم، فسالت الدماء الغزيرة. نقدم اليوم حكاية أعرق معتقل سري اسمه ضرب ريشة، كما وردت في رسالة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى محمد بن الحسن الوزاني، وكما رواها ناجون من جحيم هذا المعتقل. والمتهم الأساسي فيها هو حزب الاستقلال الذي كان يمثل أنذاك أغلبية في حكومة مبارك البكاي. ما حكاية هذا المعتقل؟ وكيف يتم خطف وتعذيب المعتقلين فيه؟ ولماذا عمد حزب الاستقلال إلى العنف وإلى تصفية باقي معارضيه؟ وما موقف القصر والمخزن معا من هذه العمليات الخارجة عن نطاق القانون؟ بداية، في رسالة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي وجهها من القاهرة إلى الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال محمد حسن الوزان في يوليوز 1960، يقدم لائحة بأسماء وأماكن المعتقلات السرية وغيرها بالمغرب، وهي تناهز 100 معتقل، ويذكر من بينها معتقل ضارب ريشة. يتعلق الأمر كأول معتقل سياسي في المغرب، وهذه الرسالة تبرز حدة الصراع بين بعد الاستقلال. كانت ضرب ريشة المعتقل السري الأول في المغرب عبارة عن منزل كبير منزو، وكان اسمها في البداية جنان بريشة لأنها كانت محاطة بحديقة كثيفة وشهدت مراسم التعذيب، إضافة إلى غرف الطابق الأول والثاني والثالث من الدار، وكاد دهليزا شهد أفظع الممارسات. ما يثير في زمن التعذيب والاعتقال على عهد ضرب ريشة بشكل خاص أن تلك الممارسات تهم بالتورط فيها حزب الاستقلال، كانت له القوة داخل الحكومة الائتلافية لمبارك البكاي عام 1955. وما يثير أيضا هو أن تلك الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية حسب الروايات والشهادات، كما أنها كانت فظيعة بشكل رهيب أكثر مما يتصور المرء. تشير مدونات حزب الشورى والاستقلال منذ الخمسينيات من القرن العشرين إلى ضلوع حزب الاستقلال وراء سياسات التعذيب والاختطاف في حق خصومهم السياسيين الشوريين، وتبقى ضرب ريشة أول فضاءات التعذيب والاختطاف. فبعد الاستقلال مباشرة عام 1956 انفرد حزب الاستقلال بالسلطة وعمل على وقف كل محاولات المعارضة من طرف الشوريين، حيث فرضوا الرقابة على صحافة حزب الشورى، الرأي العام والديمقراسي، وفرضوا تفتيشا دقيقا على كل داخل إلى مقرها بشارع داون تون بإرزران حاليا بالدار البيضاء، ولم يسلم من ذلك حتى الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال محمد حسن الوزاني. من هنا يمكن أن نتحدث عن دور ريدا قديرة الذي كان يرفض هيمنة الحزب الوحيد ويدعو إلى تعددية حزبية في المغرب. وحسب كتاب المهدي المومني تجكاني ضارب ريشة أو قصة مقتطف، فقد بدأت حملة الحزب التي يقول المغرب لنا لا لغيرنا في يناير 1956 بمذبحة سوق أربعاء الغرب، ثم اغتيال الأسود عبد الواحد العراقي في باب الخوخة بفاس في أبريل 1956، ثم اغتيال المقاوم محمد الشرقاوي، ثم اختطاف عبد السلام الطود وعبد القادر برادة وإبراهيم الوزاني بتطوان في يونيو 1965. وقد طلب من الأخيرين في ضرب ريشة أن يقوم بحفر قبرين في حديقة الضأ، وبعد ذلك تم دفنهما أحياء.
واختطف إبراهيم الوزاني وعبد السلام طود من مقهى كونتيننتال بشارع محمد الخامس تحت التهديد بالسلاح في واضحة النهار، بينما يؤكد المختطف الآخر إدريس كويس المروم أن حزب الاستقلال هو الذي كان يدبر هذه الاختطافات وهو المسؤول عن كل الاغتيالات من 1956 إلى 1961، كما كان الملك محمد الخامس على علم بتفاصيل ما يجري في الدار من خلال رسالة وجهها الشوريون في تطوان إلى الملك أثناء زيارته، يقول المرء إضافة إلى الرسالة التي بعث بها الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال للملك محمد الخامس بتاريخ 16 يناير 1956 طالب فيها بالإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين سواء كانوا من أعضاء حزب الشورى والاستقلال أو من المحايدين والأحرار، وإرجاع جميع المخطوفين إلى بيوتهم، ومنع الوسائل الجهنمية المستعملة في إدارة الشرطة أو في المعتقلات للانتقام، والانتزاع الاعترافات وفرضها وتطبيق القوانين داخل السجون والكمساريات، وإصدار قوانين جديدة تحمي المواطنين وتضمن حقوقهم وحرياتهم. وحسب وثائق تاريخية فإن المسؤولية في جنان بريشة أو دار بريشة بحسب الشوريين تقع على حزب الاستقلال الذي حصد أغلب الحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الائتلافية برئاسة مبارك البكائي 7 دجنبر 1955، كما كانت له أغلبية مطلقة في المجلس الوطني الاستشاري، وانفرد به وزير داخلية من حزب الاستقلال، بينما كان الشوريون في وضع المعارضة، وبدأ الصراع بين الطرفين على صفحات الجرائد إلى درجة أن فرض البوليس السياسي رقابة دائمة على جريدة حزب الشورى والاستقلال في مطبعة الأمل بالدار البيضاء وجريدة الرأي العام وجريدة الديمقراسي، وبعدها انتقل الصراع إلى الاعتقال والاختطاف واغتيال الشوريين. كما تشير الوثائق التاريخية التي أعدها الشوريون إلى أسماء المتورطين في قصة دار بريشة، منهم بلحاج العتابي الذي كان عاملا سابقا بمدينة الناظور خلال الثمانينيات، والفقيه الفقيهي ومحمد السكوري والمدعو المدني ومحمد الريفي حارس وسائق علال الفاسي وأحمد وكريم وغيرهم، كما وردت أسماؤهم في مذكرات المهدي المومني التشكاني. كما سجل المختطفون الناجون أرقام سيارات الاختطاف وهي المثبتة في نفس المذكرات، من بينها سيارة بلحاج العتابي وكان يومها عامل شفشاون، إضافة إلى سيارة عامل العرائج، تقول المذكرات، حتى يطمس ما تبقى من هذا المعتقل الرهيب دار بريشة. تم بيع الدار لأحد المنعشين العقاريين بمدينة تطوان على عهد رئيس جماعة تطوان سيد المنظري، وطويت صفحة أخرى من صفحات استئساد الأحزاب المغربية والصراع فيما بينها في فجر الاستقلال على السلطة، حتى وصل الأمر إلى تنحية المعارضين والغاضبين والمناوئين بشتى الطرق والوسائل. كان معكم عبد الله الثورة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.